دعت الدول العربية الأحد في ختام القمة الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتأمين عودة اللاجئين إلى بلدانهم وتخفيف العبء عن الدول المضيفة. وشكلت قضية اللاجئين أولوية على جدول أعمال القمة الاقتصادية بطلب من لبنان الذي يطالب بعودة اللاجئين السوريين لديه إلى بلادهم. ولم يحضر القمة سوى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس ميشيل عون الذي استضافت بلاده هذه القمة. هي قمة حفظ ماء الوجه العربي، قمة لم تكن لتحظى بأي اهتمام إعلامي لولا حضور أمير قطر الجلسة الافتتاحية للقمة، حضور حول الأنظار والاهتمام إلى ما حمله الشيخ تميم من رسائل سياسية بالمشاركة الشخصية ورسائل دعم معنوي للدولة اللبنانية. نخص بالشكر الرئيس الموريتاني اللي قضى 7 ساعات ليوصل إلى لبنان، وأمير قطر يلي كسر الحصار على قطر وب5 ساعات لوصل على لبنان، كمان ببادرة سياسية لكسر الحصار على القمة. وعلى الرغم من كل محاولات الإيحاء بالانسجام العربي، إلا أن ملف اللاجئين شكل البند الخلافي وفخخ التوافق المطلوب، فلبنان يطالب بعودة اللاجئين بغض النظر عن الحل السياسي، ويرفض تضمين إعلان بيروت عبارة عودة طوعية، وهو ما يرفضه أعضاء الوفود العربية الأخرى. إن لبنان يدعو من هنا من هذا المنبر المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم، ولا سيما إلى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها أو تلك المنخفضة التوتر. وحده الملف الفلسطيني حاز إجماع المشاركين مع تبني اقتراح أردني بدعم مالي لوكالة غوث اللاجئين. قمة عربية اقتصادية بغياب 19 رئيس دولة عربية، قمة تجمع التناقضات وتضع استراتيجيات يقول كثير من المراقبين إنها ستبقى حبرا على ورق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من مقر انعقاد القمة العربية الاقتصادية الواجهة البحرية لبيروت.